طب ممكن ليه مش مثلا ليه في الفترة القادمة، ليه مش دلوقتي، ليه لا، ما نحاولش ننقذ يعني ما يمكن إنقاذه؟ هو الأزهر بدأ يشب عن الطوق وبدأ يقف على رجله. فضيلة الدكتور أحمد الطيب يعني بشر بالخير ويعتبر من الأئمة المجددين للأزهر بإذن الله، وبدأ التلاحم من بعد الثورة، لأنه الأزهر طبعا النظام السابق قلص دور الأزهر خارجيا وداخليا، بل قلص دور مصر. مصر كانت الرائدة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي التي أغاثت المدينة في عام المجاعة. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص فأغاث المدينة. مصر الآن تتسول على موائد الغرب. النظام السابق قلص دور مصر، حتى في عهد الخلافة العثمانية مصر التي أغاثت السلطان عبد الحميد. فدل ذلك إنه إن شاء الله بإذن الله الأمل موجود في مصر، خاصة في مؤسسة الأزهر، في احتواء كل هذه التيارات الفكرية وفي الرد على الشطط الفكري بإذن الله. بإذن الله. دكتور عادل المراغي، خطيب وإمام مسجد النور بالعباسية، مدرس بكلية الدعوة، شرفنا بحضرتك النهاردة معانا، ميرسي ليك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لحضرتك. لحضرتك يا دكتور. شكرا مشاهدينا جزيلا. لسه معانا فقرات، استنونا، في نهارك سعيد.